السلام عليكم حبايبي المتابعين. طبعا في هذا المقطع ان شاء الله راح اعطيكم قصة عن ورقة او نموذج فحص. زين، نموذج فحص ولا نموذج معاينة؟ تقريبا ممكن المسمى الافضل راح يكون نموذج معاينة صراحة، او نموذج يعني اوكي نموذج معاينة، نموذج فحص مو مشكلة، المهم ما علينا من هالكلام. ففي مرة صراحة كنت في النت ابحث عن نشرة لأحد الضواقط، وبالصدفة صراحة مرت علي ورقة فيها بعض المعلومات امانة، او نموذج فحص ومعاينة لموقع صيانة تكييف خاصة، زين، او صيانة وحدة تكييف. فاستغربت ان هذا النموذج فيه بعض الامور، يعني اللي الفني مثلا اذا اتصلت فيه، مثلا عندك انت مشكلة في وحدة تكييف او جاي تركب وحدة تكييف جديدة، او مثل ما قلت عندك تلف، عندك مشكلة في الصيانة، تبغي تسوي شيء. فالنموذج هذا صراحة كان باللغة الانجليزية، فاستغربت من وجود مثل هذه النماذج للمعاينة او للفحص. فيه صراحة من المعلومات اللي توضح للفني صراحة، مثل على سبيل المثال يعني حالة يعني الموقع، يعني انت جيت كفني وصلت الموقع مكتوب فيه العنوان، المالك، رقم الهاتف، ساعة الفحص، يعني الوقت اللي انت حضرت فيه للفحص، المنطقة، يعني المنطقة شو فيها، يعني وضع المنطقة، الحالة لهذه المنطقة اللي انت جاي تفحص فيها، جيدة غير جيدة، الطقس، حار بارد، درجة الحرارة، حالة الوحدة هذه قديمة جديدة، تعمل لا تعمل، اسم الوحدة، الضاغط، اسم الضاغط، نوع الغاز، ضغط الغاز، الأسلاك، ما يعني اللي أحب أني أوصلكم إياه فكرة صراحة، أن في شركات صراحة أجنبية، أنا في اعتقادي يعني أظن أنها ممكن تكون متخصصة في مجال الصيانة صراحة، يعني هذه الشركات عندما تأتي للموقع مو مثلنا نحن، أو مثل الفنيين الذين يأتون للموقع. الفني يأتي للموقع يسوي له تليفون ويجي، وكان الله غفور رحيم، شو المشكلة؟ ما في مشكلة، أموره طيبة. في نفس الوقت يفحص الجهاز ويعطيك المشكلة ويحل لك المشكلة. لكن الشركات صراحة المتخصصة الأجنبية خاصة، لا، في هيستوري، يعني مثل تاريخ، او والله ما ادري شو اقول لكم، يعني انسبكشن شيت، نموذج فحص اولي، زين. وهذا يكون فيه مثلا كل المعلومات المتعلقه في الزياره، سبب الزياره، شو الوضع بالكامل. يعني في النهاية يكون عندهم نفس الداتابيس، يعني نفس عندهم تقرير شامل عن وضع الجهاز وما الذي يحتاجه الجهاز. بعد ما يخلص هذا التقرير ماله ويكتبه، قلت يعني أنا ما أتذكر صراحة كمية المعلومات اللي في هذه الورقة، لكن الورقة هذه تشمل، إذا حصلتها راح أنشرها صراحة،
في المستقبل اذا 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 يعني صادف اني وجدتها مره اخرى راح انشرها لكم، اكيد مخزنينها في مكان، وراح تشوفون كميه المعلومات التي تحويها هذه الورقه اثناء زياره الفني. يعني الفني في بعض الشركات ما يزورك عبط، يزورك ويقيم الموقع زين، تقييم للموقع وما الذي تحتاجه الصيانة وتكلفة الصيانة، يعني شو اللي راح يكلفك وما هي القطع اللي راح تستبدل، عرفت، وتكلفة هذه الصيانة. فما أدري أنتوا هل متفقين أو تؤيدون مثل هذه التقارير أو نماذج الفحص أن تكون متوفرة أو مخزنة عند الشركات هذه. يعني مثلا يجيك فني يكون عنده مثلا نموذج فحص ويكتب لك كل شيء ويسلمك الورقة ويقول لك والله هذه هذا وضع الوحدة وهذه تكلفة الصيانة، أنت شو رأيك؟ زين، هل أنتم تأيدون الشيء هذا ولا تبغونها تكون بالبركة مثل ما يقولون؟ اتصلت فيه جاك سوالف صيانة، شو الهستري مالها، شو الماضي مال هذه الوحدة، ما هي الصيانة، العمر الافتراضي أو مو بالعمر، يعني عمر الجهاز الحالي، شو الصيانات اللي تمت من قبل. أمانة يعني النماذج هذه ممكن كشركات صيانة إذا أنت تتعامل مع أفراد أو شركات ممكن تكون عندك نوع أو فكرة عن الوضع الحالي للوحدة، يعني وشو الأنواع الصيانة اللي عملت في السابق. أنا شخصيا ممكن أشوف أن هذا العمل جيد مطور صراحة، يعني ممكن يسمح للشخص الفني يتعرف على الجهاز اللي هو جاي يشتغل عليه وشو المشاكل، وأيضا الفني اللي جاي مثلا في المرة القادمة ممكن أيضا يكون عنده نوع من الفكرة عن ما الذي حدث في الصيانة السابقة وشو الحين المشكلة الجديدة، يعني يكون نوع من سجل الفحص. زين، يكون هذا السجل موجود عند مثلا مالك المنزل أوكي وعند شركة الصيانة، وبالتالي يعرفون شو اللي صار، شو الهستري، شو ماضي الجهاز هذا، متى آخر صيانة، شو نوع صيانة اللي صارت، شو اللي صار، من أتى، من ذهب، من راح. هذا صراحة فكرة جيدة، أنا أشوفها فكرة جيدة. ما أدري إذا حد من الفنيين المحترفين في هذا المجال طبقها ويعرف عنها أو مرت عليه مثل هذه النشرات والسجلات هذه، زين، سجلات الصيانة مرت عليه، أو أنها فقط مخصصة للشركات الكبيرة، يعني ممكن الأفراد ما راح يتقبلونها، يعني ممكن الفرد الأشخاص ممكن يقول لك أنا شو أحتفظ لي بجهاز، أنا اليوم موجود في البيت هذا، بكرة أنا رايح، ممكن تجي شركة ثانية، أي فني آخر أشوفك أنت غالي، أروح أتعامل مع شخص آخر، راح تضيع الحسبة. ما أعرف أنا صراحة، اتركوا رأيكم وتعليقكم أسفل هذا المقطع، هل تعتقدون أن هذا أو هذه الفكرة عمل جيد ممتاز راح يتقبلونها الأفراد مثل ما تتقبلها الشركات، لأن الشركات صراحة شركات محترفة، الشركات الكبيرة يعني شركات محترفة، ولازم يكون عندها سجل صيانة، أيضا سجل فواتير تكلفة صيانة، لأن في نهاية السنة ممكن راح يكون عندهم ميزانية ومن وهذه كلها فواتير تدخل أو تصب في ناحية الميزانية. أما نحن كأفراد ما عندنا ميزانية صراحة، ما نحدد ميزانية ولا نصرف ولا نجي آخر سنة نقيم نحط ميزانيتنا السنوية وهل في فوائد هل في أرباح، ما أدري. اتركوا تعليقكم ورأيكم في هذا الموضوع وهذه الفكرة، هل تصلح للأفراد العاديين أو فقط هي مجرد فكرة وتصلح فقط للشركات الخاصة.
أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى متعلم مع جمال. إذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدال الإعجاب، وأيضا نشر بحبك. نشوفكم على خير يا حبايبي، مع السلامة.